الرحمن والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدي رئيس جمعيه التجاريه التنميه والتعاون سيدي التنميه والتعاون الغني الساده حضور السيدات الخضروات، انا اسمح لي بك مع الاسف ما تعرفش نتكلم الامازيغيه في الحال، ولكن رغم ان هذه لغة ولهجة نعتز بها لأنها واحدة من اللغات الرسمية في بلادنا، ولكن على كل حال أتمناه أنه يتواصلوا باللغة العربية. أنا سعيد أيضا بحضور اليوم هذا الحد هذا اللقاء، وسعيد أيضا بحضور هذا اللقاء اللي فيه الحمد لله ناس خيرين، والحقيقة فإحنا جينا هذه الزيارة طبعا مؤسسة التعاون الوطني هي مؤسسة اجتماعية في بلد الدولة، وهذا دورنا هو أن نتواصل مع السكان ونكون قراب للسكان. حملات تضامنية كنقوموها تقريبا سنويا، ولكن اليوم كنكتشفوا على أن هذا الدوار بحكم أنه دوار بعيد جدا، منطقة اللي معرضة لأجواء باردة في هذا الفصل في فصل الشتاء، هذا التزامنا ان شاء الله بحول الله على انه يكون سنويا بحول الله نتواصل مع هذا الدوار في اطار حملات التضامنيه ان شاء الله. طبعا احنا كنا كنذاكروا قبيله في اسبوعين على اساس انه احنا بغينا كنا كمواطنين بغينا كل واحد يشبك في الارض ديالو ويتواجد فيها ويعمرها ويستثمر فيها ويدير الفلاحه ويدير الناس يستقروا في البلاد. وطبعا استقرار الناس في البلاد مفروض علينا احنا كدوله وكمؤسسات ان نكون قراب من هذا السكان ونشوفهم ونتواصل معهم. وهذا الحمد لله هنا جاء بلادنا كلها جات في هذا الاتجاه، الحمد لله كاين الطريق، نتمنى انه يكون اشياء اخرى الصحه والتعليم.